أيها الأحبة، برعاية الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وبحضور السيد الأمين العام الحاج حسن رشيد جواد العبايتي، يقوم قسم حفظ النظام بتقديم درع الإمام الحسين عليه السلام وراية الإمام الحسين عليه السلام إلى موكب عزاء طرف المخيم، يقدمه الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، ويستلم الشيخ علي عبد الحسين كمونة، فاستقبلوهما بالصلاة على محمد وآل محمد. يتم الآن تسليم الدرع من قبل الأستاذ حسن رشيد جواد الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة إلى الشيخ علي عبد الحسين كمونة. وهذا التكريم للجميع، لكل الحسينيين، لكل المساهمين، ولكن لا بد أن يمثل الجميع شخص. ويتم الآن تسليم الراية، راية الإمام الحسين عليه السلام. حياكم الله وبارك الله فيكم، وجعلكم الله دائما تحت ظل راية الإمام الحسين عليه السلام. ومع الأخ الرادود السيد إبراهيم الشريفي.